أنشئت في ريف حلب الغربي المحكمة المركزية المختصة بتسيير الأمور القضائية وفض النزاعات وتثبيت بعض الوثائق في المناطق المحررة. ورغم الصعوبات وانتشار السلاح بدون ضوابط، إلا أن هذه المحكمة تحاول بشكل جاد تقنين هذه الأوضاع وتسييرها لمصلحة الثورة. المحاكم لها دور أساسي كما قلت في فصل النزاعات بين الناس وفي فض المشاكل، وخصوصا المشاكل العسكرية والمدنية. ونحن نعلم أن أوقات الحروب بتكون لها وضعيات خاصة فيها وأحكام دقيقة خاصة فيها، وبتكون دائما الضغوطات النفسية هي سبب في يعني خلق العديد من المشاكل. المحكمة بكافة أقسامها تبني جسما مؤسساتيا يراعي الظروف القائمة بعد تحرير المناطق من النظام، خصوصا مع خلو تلك المناطق من بناء قضائي يحمي سكانها وشغف السوريين للعدل الذي سلب منهم لعقود. مؤسسة قضائية لفض النزاعات ومحاسبة المسيئين، جاءت الحاجة إلى إيجاد محاكم شرعية، لذلك وبدعم أغلب الفصائل الفاعلة في المنطقة أسست المحكمة المركزية لريف حلب الغربي. عمل دؤوب داخل أركان المحكمة يخفي خلفه حساسية المرحلة التي تمر بها الثورة، ما يجعل مهمة القائمين على هذه المحكمة تواجه نقصا أثناء تطبيق القانون، لتستعين بمراكز الشرطة الحرة في ريف حلب الغربي التي تعتبر جناحا تنفيذيا تقوم باستدعاء المتهمين أو القبض على من ارتكبوا الجرائم أو المخالفات ضمن مناطق صلاحياتهم. فنحن لا نستطيع أن نعمل بدون مرجعية قضائية، فهذا العمل أيضا مرتبط بالمحكمة الموجودة عندنا في المنطقة، وهي المحكمة الشرعية في ريف حلب الغربي. شرطة حلب الحرة مشكورة على ما قدمته وتقدمه في مؤازرة المحكمة ودعمها لها. ولأنها تطبق القانون، تؤكد المحكمة أنها تبدأ بالعاملين فيها وتنفذ العقوبات عليهم، وتؤسس من خلال عملها إلى تشكيل سجلات كاملة عن كافة المخالفات أو الوثائق التي تدرج ضمن نطاق عملها. في نهاية المطاف يحاول الثوار إعادة ترتيب أوراقهم بعد أن تشتتت بطول المدة، وتخلي غالبية العالم عن السوريين وتطبيع الأوضاع على الأرض لإنشاء أجسام تليق بمن هتف بالحرية والكرامة مقابل الرصاص.